حالة من التوتر الأمني تعيشها منذ أيام مدينة جبنيانة مع وصول تعزيزات أمنية كبيرة، فماذا يحدث؟ تشهد مدينة جبنيانة حالة من الغليان والغضب الشعبي على خلفية تكرر عمليات السرقة والسطو من قبل أفارقة جنوب الصحراء على منازل المواطنين واستعمال الأسلحة البيضاء والاعتداء على المتسكنين وممتلكاتهم. عمد أهالي المدينة وشبابها إلى غلق الطريق الجهوي رقم 82 الذي يربط بين صفاقس والمهدية، وأشعلوا العجلات المطاطية أمام مقر معتمدية جبنيانة. تحرك احتجاجي جاء بعد سرقة ومداهمة منازل المواطنين في منطقتي أولاد يوسف وأولاد أحمد من قبل عدد من أفارقة جنوب الصحراء. ولوا ويعملونا في البركازيات هنا في الكياس، يا أخويا ما ناش مطمئنين على واحنا، ينشلونا للديار بسكاكينهم بسواترهم بكل في الماء بالسيف، شارجين تليفوناتهم بالسيف، راهم قاهرون. وقد شهدت المنطقة عمليات كر وفر بين المهاجرين وشباب المنطقة الذين حاولوا الدفاع عن منازلهم. هذا وعمد عدد كبير من الأفارقة في حادثة هي الأولى من نوعها إلى غلق طريق منطقة عرب العرق في جبنيانة احتجاجا على ما رأوه سوء تعامل أمني، وقد تدخلت الفرق الأمنية لتفريقهم وإعادة فتح الطريق. ويطالب أهالي جبنيانة السلطات الجهوية والأمنية بضرورة إيجاد حل للأفارقة الموجودين في الجهة أو ترحيلهم إلى بلدانهم مع تكرر السرقات واعتداء عدد منهم على سكان المنطقة وصولا إلى اقتحام المنازل وسرقة المأون الغذائية.